السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن ما يرام. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم لاطولي دايشا. اليوم غادي تكون وصفه جديده، وصفه ديال الكيش بالبروكولي. لهذه الوصفه كنحتاجوا ثلاثه البيضات، لاباط بريزي، الرش ديال الملحه، البزار، لا كريم ليكيد ديال 35%، كنحتاجوا الموزاريلا، انا خديتها غاطي باش تسهل عليا، وكنحتاجوا بيان سور البروكولي. هو سيد الوصفه، هو اللي هو رئيس ديال هذه الوصفه. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. لهاد الوصفة كنقطعو البروكولي هو الأول، كنحيدو غير العايشات وكنخليو هدايا إلا بغيتي دو فلاصوك ولا لي بغيتو. من بعد كنغسلوهم وكنحطوهم يتسلقو في الكاسرونة. كنهزو البروكولي ديالنا، هوب، كنحطو هنا باش يتغسل. كنديرو الما في الطنجرة ديالنا، كنتعلو العافية، كنزيدو عليها شوية الملح، وكنضيفو البوكي ديال البروكولي، وكنخليو حتى يتسلق، ونحيدوه ونقطروه وندوزو للتقسيمة ديال الصوص. من بعد انا بديت لحطيت لاباط بريزي ديالي في لومون، دابا نهز نتقطها. باش هكا ما تنفخش لينا، في هاد الوقيته انا درت البروكولي ديالي كيتسقطر من الماء، كيخطر كاع داك الماء اللي كنهز، ومنها وثقفت هاد لاباط بريزي ديالي لو فور جي بريشوفي ا 175 دغري، 175 درجه، درتو كيسخن. دابا غنزيد نولد معكم هذا الخليط اللي غنكبو، اللي غنزيدو عليه على البروكولي. غنديرو ثلاثه البيضات، بسم الله، نزيدو عليهم شوية البزار، شوية الملحة، نخلطوهم. نزيدو عليهم 250 ml ديال لا كريم ليكيد، خليت 75%، وغندوزو جميع العناصر مزيان حتى تخلطو مع بعضياتهم. من بعد نزيد عليهم الموتزاريلا، انا غندير الموتزاريلا غافي، اللي عندو شي باغي يديرو، اللي عندو حتى ايمونتال كيجي مزيان، ولكن من الاحسن الموتزاريلا أولا الشيدر، هاد الزوج هما اللي كتكون بيهم ناجحة 100%. حتى اللي عندو الماسكربون يقدر يزيد شوية، يقدر يدير واحد ثلاثة معالق كبار ديال الماسكربون، ويزيد عليهم الحليب. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لاكخيم، اللي ما متوجدش ديك الساعات عندهم لاكخيم ولكن عندهم ماسكربون والحليب، يمكن ليهم يديرو هكا، راه كتعطي نفس النتيجة. أنا ممكن نستمر في الدم الشيء ونرجع ليكم. أوي نسيت نقول لكم بلي خاصني حتى نزيد عليهم شوية الواد مسكات البوزة، الناس اللي كتعجبهم، أنا كتعجبني. نخلط
نزيد هذه المضربة المسالة. نخلطوها. نديرو البروكولي ديالنا هنا فوق، نفوق البروكولي بشكل متساوي باش ما تجيش بلاصه عامه وبلاصه ما فيها والو. نزيد عليهم الخلاف اللي سبق لينا في الوقت، هذا الكيش ديالنا بالبروكولي والفرماج كيجي هكا لهاد الطريقه.